وعشان نستوثق أكتر بإحصاءات دقيقة، معنا على الهاتف واحد من الموثقين المهمين جدا عبر السوشيال ميديا، الزميل عامر العميرة. عامر مساء الخير. مساء النور، ازيك استاذ ابراهيم، عامل ايه؟ الله يخليك. عامر، انت مهتم جدا بهذا الجانب الاحصائي، قول لي الاهلي اكتر فريق لعب في مدد قصيره كل 72 او كل 48 ساعه؟ الاهلي السنه دي لعب 14 مره فاصل يومين. 14 مره فاصل يومين. فاصل يومين. اللي بعديه بيراميدز لعب 9 مرات. بيراميدز 9 مرات فاصل يومين. والزمالك 7 مرات. والزمالك 7 مرات، بس الاهلي برضه مفيش تكافؤ فرص. فاصل بقى 3 ايام الاهلي لعب 11 مره. يعني في فاصل، خلينا الاول في فاصل ال 48 ساعه، لان ده فاصل غير ادمي. ده الفاصل اللي ما بتقدرش تلحق تعمل اي حاجه، 48 ساعه كل يومين. تمام. مباراه. الاهلي لعب 14 مباراه يا جماعه، الزمالك لعب 7، النص بالنص. تمام. والناس بتتكلم على تكافؤ الفرص. لا، وفي حاجه تانية كمان في الفاصل ده، اللي احنا لعبنا 6 مرات فاصل يومين متتالي، من 21 ابريل مع سموحه، 24 مع انبي، 27 مع المصري، 30 مع الجونه، 3 مايو مع غزل المحله، 6 مايو مع الاتحاد. لعبنا اللي هو طق 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 ورا بعض، 6 ماتشات. 6 في 12 يوم. في 12. محدش لعب، اقصى فريق لعب متتالي. تمام. لعب متتالي مباراتين ورا بعض، كان الزمالك مباراه المقاولين 29/4 و2/5، ده فاصل يومين ورا بعض. ورجع عملها تاني فاصل يومين 27/5 و30/5. ده بالنسبه للزمالك. بيراميدز لعب فاصل يومين مرتين متتالي مع البنك الاهلي 8 يناير و11 يناير. ورجع كررها مره تاني مع مصر المقاصه 14 ابريل و17 ابريل. الاهلي الفريق الوحيد اللي لعب 6 ماتشات، 6 مباريات متصله في 12 يوم. في 12 يوم. و14 مباراه في اجمالي فاصل 48 ساعه. تمام. ده في الزمالك. ده كمان يا عامر على المستوى المحلي فقط، انا بتكلم على فريق راجع من افريقيا ومغير سيكولوجيه المشاركات. لا، ده كمان مش كده يا استاذ ابراهيم. لا، ده انا متصل. انا بص، الاحصائيه دي افريقيا مع دوري، ده يعني هتلاقي الاحصائيه الاهلي لعب 49 مباراه، منهم دوري وكاس وكاس عالم، كل ده في الاحصائيه. يعني انا ماتش فاصل يومين ده انا كنت قابليه الزمالك. طيب، فاصل 3 ايام. طيب، خليني دلوقتي في الفصل الثاني اللي هو ثلاث، يعني كل 48 ساعة أنا ضعف الزمالك، أنا 14 مباراة والزمالك 7 وبيراميدز 9. تمام. في فصل الثلاث أيام أنا 11، الأهلي 11 10. ومين؟ الزمالك 10، بيراميدز 8، 18. فاصل 4 ايام انا والزمالك متساوي 11 مره، واحنا مطلعين الجدول اهو. طيب، حتى في الثلاث ايام الاهلي الاكثر، اكتر من الزمالك بمره، ومتساويين معاهم في فاصل 4 ايام. في الراحات بقى، الزمالك اكتر فريق خد راحه في الدوري، خد 39 يوم راحه بدون لعب نهائي. الزمالك في الراحه اخد كام؟ اكتر فريق حصل على راحه، أكتر فريق في الدوري خد راحة متصل 39 يوم، ودي كانت من 28 يونيو من ماتش مصر المقاصة لغاية ماتش غزل المحلة 7 أغسطس، فرق بينهم راحة 40 يوم، بس الراحة الفعلي 39، يعني المباراة لمباراة 40 يوم. اللي هي من مصر المقاصة في كاس مصر في الدوري لمباراة غزل المحلة العودة اللي هي كانت في الدوري. طب أقصى راحة للأهلي؟ أقصى راحة للأهلي كانت في أجندة دولية. تمام. أجندة مارس. كانت أقصى راحة للنادي الأهلي كانت 17 يوم و21 يوم في أجندة يونيو، دي خلال الأجندة، يعني أنت راحتك خلال أجندة دولية. اللي هو كل الأندية واخداها. الزمالك خد راحة فاصل 17 يوم مرتين. بيراميدز خدها مرة. اللي هي الزمالك خدها في اجنده مارس ويونيو 17 يوم. بيراميدز خد فاصل 22 راحه كان في اجنده يونيو و17 يوم في اجنده مارس.
زائد الاهلي اقل فرق لعب فاصل 9 و10 ايام، الاهلي ما لعبش ولا ماتش، الزمالك لعب ماتش فاصل 10 ايام، وبيراميدز لعب ماتش فاصل 9 ايام، يعني لعب ماتش وريح 9 ايام، والزمالك لعب ماتش وريح 10 ايام. والاهلي ما جربش الحاجه الحلوه دي خالص. ايه؟ والاهلي ما جربش الحاجه دي خالص. لا لا الاهلي ما جربش دي، ولا ال 39 يوم برضو ما جربهاش، ولا ال 22 يوم. اه. وبيتكلموا على تكافؤ الفرص. طيب عامر، انا شفت ليك تساؤل في حال تعارض المواعيد المباريات المحليه مع الاجنده القاريه او دوري الابطال. هل يملك اي نادي مشارك في بطوله قاريه انه ما يشاركش او يعترض على جدول؟ بص، دي ليست دوري الابطال معترف بها الاتحاد المحلي، ولا يستطيع رفض ذلك او يحط مباراه. الاتحاد الافريقي بيقول لك في حاله تعارض، حتى مش ماتش في الدوري ده، انت لو مباراه اقليميه مثلا في بطوله عربيه او معترف بيها تعارضت مع بطوله رسميه للكاف، الاولويه لبطوله الكاف. اه ده على مستوى المنتخبات والانديه، على اساس ان انا جايب على اساس ان الاتحاد الوطني ملتزم بده، ملتزم ومقر ده في لائحة النظام الأساسي وفي لائحة المسابقات بتاعة الاتحاد المصري، لائحة المسابقات الأساسية. أنت معترف بذلك. الأولوية للأجندة الإفريقية. طيب قل لي رقم دقيق، إن الأهلي من أغسطس لأغسطس الأكثر مشاركة في المباريات 73 مباراة. تمام. الموسم اللي فات من كورونا إحنا رجعنا لعبنا إنبي، كانت المباراة يوم 9 أغسطس 2020. تمام. لعبنا دوري 17 مباراه، ولعبنا في بطوله الكاس 4 مباريات مع الترسانه وابو قير والاتحاد وطلائع الجيش، ولعبنا 3 في دوري الابطال كالوداد زي ابو عوده والزمالك نهائي. ده الموسم اللي فات 24 مباراه، زائد الموسم ده الاحصائيه مع حضرتك المباراه كلها 49 مباراه. اللي هي بدات 13 ديسمبر وانتهت 17 اغسطس، لعبنا 49 مباراه، فكده 73 مباراه، علما بان الاهلي خد راحه بين الموسمين 7 ايام فقط. احنا خلصنا الموسم اللي فات نهائي الكاس يوم 5 ديسمبر، ريحنا 7 ايام ولعبنا اول ماتش في الدوري مع المقصه يوم 13. الزمالك خد صاص الراحه بين الموسمين 10 ايام، اللي هو طلع من الكاس قدام طلائع الجيش يوم 1 ديسمبر ورجع 12. بيراميدز خد فتره راحه سلبيه كبيره جدا، خد 41 يوم راحه سلبيه عشان هو كان طلع من الكاس. اخر مباراه كانت المقاولين 31 اكتوبر اسبوع 34، رجع الدوري 12 ديسمبر، 41 يوم راحه سلبيه. فبيراميدز عامل فتره اعداد، اللي الناس برضو بتقول الضغط زي الاهلي، ده مريح 41 يوم قبل بدايه الموسم، لعيبه خدت راحه سلبيه وعمل فتره اعداد. والاهلي لسه باذن الله لو صعد نهائي كاس هيلعب 8 مباريات مع حضرتك، كانوا ب 81 مباراه، اللي فاضل 4 مباريات في الكاس. لو صعدت نهائي 3 دوري واحده سوبر افريقي، يعني تنهي شهر اغسطس 81 مباراه، بالاضافه للعيبه المنتخب القومي السوليه ولعيبه الاهلي اللي في المنتخب لعبت السنه دي من اغسطس لدلوقتي فوق ال 14 مباراه، يعني اللعيبه دي هتقفل السنه بتاعتها ال 13 شهر لسبتمبر هتقفلها ب 96 مباراه. مفيش حد في العالم بيعمل كده، اقصى نادي لاعب في نادي بيلعب مع منتخبات ما بيوصلش ال 65 مباراه 70 مباراه. هنوصل ل 96، دي المحرقه بقى، دي المحرقه بجد يعني. ايه؟ دي المحرقه بجد. هتوصل ل 95 مباراة. لا دولي مع النادي، انت النادي اخر اغسطس لو وصلت نهاية الكاس هتبقى 81 مباراة. من اغسطس اللي فات لسبتمبر الجاي ماتشين في التصفيات كاس عالم، هيبقى المنتخب لعب في حدود من 12 ل 14 مباراة. هنقول اللي لعبت الاهلي لعبت 10 بس منهم، مش كل المباراة، هيبقى اقل لاعب مثلا السولية هيبقى في حدود لاعب 90 مباراة مثلا. الشناوي هيبقى لاعب 90 مثلا. مين في العالم بيلعب القدر ده؟ بالاضافه للشناوي لعب 3-4 مباريات في كاس في الاولمبياد، فضيفهم هيبقى وصل 95 مباراه. وانا عندي المان سيتي 61 مباراه في السيزون وتشيلسي 59.
ولسه الموسم القادم يا استاذ ابراهيم اتحاد الكوره عاوز يبداوا في اكتوبر، امتى هيبقى في اجنده دوليه من 4 ل 12 اكتوبر. المنتخب هي 15، انت عندك ماتش ذهاب دور 32 من 17 ل 22 العوده، عاوز يبدا دوري هيلعبك نوفمبر في اجنده، وهتلعب في افريقيا وكاس عرب، والاهلي عنده كاس عالم انديه وكاس امم في يناير وفبراير، ثم دوري المجموعات في فبراير 3 ماتشات، وفي مارس ماتشين، وتصفيات كاس عالم جوله فاصله ماتشين، وابريل 3 ماتشات افريقيا، ومايو. فداخل الموسم الجديد موسم انتحار، يعني انت كمان مش هتبقى واخد راحه، وهتبقى وصلت الموسم الثالث على التوالي، هتعمل فيه فوق ال 45 مباراه على دول، ده لو الانديه ما كملتش يعني للاخر دوري. لشهر مايو هتبقى واصل 45 وما لعبتش 10 ماتشات في الدوري. طيب بجانب المشكلة البدنية الحقيقة مفزعة جدا بأرقامها يا عامر، قول لي من ناحية أولا الأهلي في جدول المسابقة حتى الآن الأكثر تسجيلا للأهداف مش كده؟ تمام. الأهلي أعلى تسجيل للأهداف، يعني أكتر، يعني أكتر فريق بيهاجم، يعني أكتر فريق بيصنع مواقف هجومية مش كده؟ ده المنطقي. 63 هدف. ده المنطقي. عدد ضربات الجزاء اللي احتسبت لهذا الفريق الاكثر هجوما ايه؟ 7 ضربات جزاء، احرزنا 6 وضيعنا واحده. 7 ضربات جزاء للنادي الاهلي. طيب اكثر فريق حصل المصري كان 16، يليه الزمالك 15. الجدول بتاع ضربات الجزاء هتلاقيه حضرتك، المصري 16، الزمالك 15، سيراميكا 13، المقاصه 11، جونه ووادي دجله وطلائع الجيش والبنك الاهلي 10، غزل المحله وسموحه واسماعيلي 9، انبي وبيراميدز هتلاقيهم 8، اهلي ومقاولين واسوان 7، انتاج 6، والاتحاد 3. 168 ركله جزاء، اكثر فريق جاب اهداف اتحسب له 7 ضربات جزاء، يعني النسبه بتاعتها استنى يا سوداء المئوية اتحسبت للاهلي 4 من 100. يعني ما حصلناش 5 من 100، يعني واحد اقل من 1 على 20. طيب ايه تفسيرك بانه الفريق الاكثر صناعه للمواقف الهجوميه والاكثر تسجيلا للاهداف هو الاقل حصولا على ضربات جزاء؟ الاهلي في المركز ال 14. لا بص، ده حضرتك ال 14 وال 15 وال 16 زي الاهلي، ده كده في ضربات الجزاء الاهلي هيهبط. الاهلي كده مع الاتحاد الاخير والانتاج والاهلي. شيء غير معقول، شيء غير معقول بجد. يعني ايه الحكام؟ يعني لو اعتبرنا انه انك انت الزمالك والمصري، يعني المصري الاكثر حصولا على ضربات الجزاء اتحسب له 16، الزمالك اتحسب له 15، ده سيراميكا كليوباترا يا راجل 13، والمقاصة 11، والجونة 10، ووادي دجلة 10، والجيش 10، والبنك الأهلي 10. الأهلي 7 ضربات جزاء؟ يعني ده اللي هان عليهم؟ وفي ضربات ما اتحسبتش. طيب ده موسم الفار بقى يا أستاذ عامر، قول لي تمام حكام الفار السنة دي، يعني على اي اساس ظهر حكام الفار، ومحمود بسيوني حكم الفار امبارح موقفه ايه بالظبط؟ هو حكام الفار اللي حكموا لغايه دلوقتي، انت عندك حكم فار دولي 3 حكام، طارق مجدي ومحمود عاشور ومحمود ابو الرجال، ما حكمش ولا ماتش وهو حكم دولي. عندك بقى اكتر حكام حكمي نادر قمر الدوله اللي كابتن وجيه قال محوش الرخصه، ده اكتر حكم حكم ماتشات هو محمود الدسوقي اللي لغى جونين للاهلي في ماتش المقاصه في الدور الاول. وائل فرحان 19 ماتش، دول اكتر 3 حكام حكموا فار. نادر قمر الدوله 19. هتلاقي ليهم وائل فرحان ومصطفى مدحت، مصطفى مدحت ومحمد عباس قبيل اللي حصل ضربه الجزاء بتاعه الزمالك اللي كانت فاول، اللي هي في الوقت بدل الضايع امام المصري. ده حاكم 18 ماتش. محمود دسيوني حاكم 15. محمود دسيوني 15 مباراة.
وابراهيم نور الدين، ابراهيم نور الدين قعد في غرفه الفار 3 مرات فقط. مين؟ ابراهيم نور الدين وامين عمر 3 مرات. طيب الدولي بقى محمود عاشور اللي هو المفروض دولي فار 7 ماتشات، وطارق مجدي الدولي فار 10 ماتشات. المفروض دول هم اكتر حكام بيحكموا، ما يحكموا الساحه. انت حكم دولي فار تبقى قاعد كحكم في غرفه الفار، دول 10 والتاني 7 مباريات. هو كمان الرقم الثاني الملفت يا استاذ عامر، انه ابراهيم نور الدين امبارح وهو شايف الكوره بتاعت اجاييه وما بيحسبهاش، هو اكتر حكم حسب ضربات جزاء في الدوري. يعني هو شخصيته رايحه للبنالتي، لكن مع الاهلي لا، ابراهيم نور الدين حكم 18 ضربه جزاء، او حكم 18 مباراه 17 ضربه، حسب 17 بنالتي في 18 مباراه، يعني تقريبا بنالتي في كل مباراه ما عدا المباراة الأخيرة. هو كان ماشي بمعدل بلانت كل مباراة ما عدا آخر مباراة مع الأهلي، تخلى عن نفسه. شايفين إبراهيم نور الدين يا جماعة في 17 مباراة حسب 17 ضربة جزاء، أول ما حكم ماتش الأهلي ال 18 ما حسبهاش. شيء برضو ملحوظ جدا، لأنه حتى كمان محمود بسيوني لما حكم صفاره لعب 12 مباراه حسب 11 ضربه جزاء، يعني هو راخر شخصيته ماشيه مع احتساب ضربات الجزاء. استاذ عامر انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاحصائيات اللي ليها دلاله كبيره، شكرا جزيلا للزميل عامر العميره، واحد الحقيقه من الشبان الموثقين، حتى المهندس عادل القاي قال لك ده المنقب الرياضي، لان عايز تدور على المخفيه في الوثائق في الاحصائيات في غيره تلاقي الراجل عنده هذا الوعي وهذه اليقظه في الاحصاءات دايما. فشكرا جزيلا يا عامر. لكن شفتوا حضراتكم بعض الارقام اللي قالها حتى فيما يخص الراحه، ما يخص الراحه يا جماعه بين المواسم، الزمالك اخذ 40 يوم 40 يوم فترة الراحة اللي أخذها أثناء الموسم. الأهلي كل اللي أخذهم 17 يوم خلال أجندة دولية. وشفنا النادي الأهلي في الجدول غير الأدمي إنه يلعب كل 48 ساعة، يعني اللعيبة ما بتلحقش تروح. كل 48 ساعة الأهلي يكون الأكثر مشاركة، يلعب 14 مباراة بفاصل يومين. منهم 6 مباريات متصلة. يعني في 12 يوم. ولما تسمع كلام الدكتور حسن كمال وخطورة ده على النواحي العضلية والنفسية والذهنية للاعب، تعرفوا قد إيه اللعيبة دي كانت في محرقة بجد، وقد إيه كان هذا التحامل. لأنه أنا موافق أنه عندنا ظروف قهرية وخارجين من عاية وظروف الجائحة، كل ده أنا موافق عليه، بس اعدله يا راجل، اعدل، خلي الجدول ده على الجميع، ما تشيلهوش لفرقة والباقي لأ. ملعبش أنا 14 مباراة بفاصل كل يومين والمنافس المباشر ليا يلعب 7 مباريات فقط بفاصل يومين، ولما تيجي تتكلم أصل الأهلي تأجل له، تأجل له عشان كان في أفريقيا، ما كانش في الساحل والله، كان بيلعب في أفريقيا وبيطوف القارة علشان يسعد جمهوره ويمثل بلده كويس ويحقق بطولات. فيكون النتيجة إنه الأهلي يلعب 14 مباراة بفاصل يومين ويلعب أكبر عدد من المباريات 11 مباراة بفاصل 3 أيام، 11 مباراة بفاصل 3 أيام و14 مباراة بفاصل يومين، وبعد كده تسمع كلام أصل اللعيبة تعبانة، أصل لازم يغير، أصل لازم، وتشيلها البيتش موسيماني، وتبدأ تسمع كل الانتقادات. الأخطاء دي موجودة، محدش يقدر يقول مفيش أخطاء، بس إيه أسباب هذه الأخطاء؟ إيه اللي خلى الأخطاء دي تحصل؟ هل بنتكلم على مكن وآلات ولا بنتكلم على بشر؟ بشر عملوا 5 بطولات في سنة، في 8 شهور عملوا 5 بطولات ما حصلتش على مستوى العالم، لعبوا عدد مباريات من أغسطس لأغسطس ما حصلش على مستوى العالم إنه في حد لعب 73 مباراة في سنة بالظبط من أغسطس لأغسطس، وعمل 5 بطولات ما حصلتش لكل دول العالم أو كل أندية العالم حتى اللي شاركت معاه في بطولة العالم.